هؤلاء هم من جرحى حروب الاحتلال على قطاع غزة، خرجوا في هذه الوقفة إحياء ليومهم الوطني الذي يصادف في 13 من مارس من كل عام، وقفة جاءت لإبراز قضيتهم والعمل على تحقيق مطالبهم. هؤلاء الجرحى الذين هم شهداء أحياء على حجم الجريمة التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، جئنا اليوم لنوصل معاناة الجريح الفلسطيني ولنسلط الضوء على هذه المعاناة وعلى الجريمة التي ارتكبها قوات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني حتى يتحمل الكل مسؤولياته على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الدولي. أعداد الجرحى في تزايد مستمر نظراً لتواصل انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، والتي تخلف إصابات تتعدد وتتنوع كبرها الإعاقات الدائمة والمتواجدة أكثر في قطاع غزة، الأمر الذي يحتاج إلى رعاية علاجية دائمة تفتقدها مستشفيات غزة. اليوم يوم الجريح الفلسطيني التي أقره الشهيد الراحل ياسر عرفات عام 68، هو تكريما وتخليدا لهذا الجريح الذي قدم جسده وأطرافه رخيصة من أجل فلسطين. يعني هنا أعداد الجرحى من بداية الثورة الفلسطينية تفوق المليون شخص الذين جرحوا وبتروا وقطعت أوصالهم. نحن في هذا اليوم نكرم كل جرحانا ونقول بأن نضالنا الفلسطيني والوطني ضد الاحتلال مستمر مهما بلغت التضحيات شهداء وجرحى وأسرى. يوم يأمل فيه الجرحى من أن تصل رسالتهم بالعمل على دعمهم ورعايتهم باعتبارهم ضحوا بأغلى ما يملكون وتزايد احتياجاتهم الأساسية. شعب يوسف، قناة النهار، غزة، فلسطين.